إرسال ملايين رسائل البريد الإلكتروني شهريا إنبوكس مباشرة بنفرات بسيطة، حتى لو كنت مبتدئ استخدام استراتيجية النهاردة تشعر إنك محترف من أول يوم، واللي أطلقت عليها اسم استراتيجية 4 في 1 لأنها باختصار يا شباب عبارة عن 4 برامج نستخدمه. ال4 برامج دول هيقوموا بكل شيء حضرتك مش هتتدخل فيهم نهائيا. تعال أديك فكرة سريعة كده قبل ما نبدأ الشرح. أول برنامج يا شباب هو برنامج سكاي إيميل إكستراكتور، وده البرنامج اللي باستخدامه هنستخرج آلاف الإيميلات في دقائق معدودة للمجال أو النيتش اللي احنا بنستهدفه، كمان من الدول اللي حضرتك بتختارها. بكل بساطة حضرتك بتختار الدولة وبتضيف هنا الكلمات المفتاحية أو أنواع الإيميلات اللي حضرتك عايز تستخرجها، وبعد كده بتضغط على سير، والبرنامج بيبدأ يستخرج الإيميلات اللي لها علاقة بالنيتش اللي حضرتك سجلته ومن الدولة بكل بساطة وبأقصى سرعة. بعد ما بتستخرج القائمة بتاعتك وبتضغط على ستوب، بتظهر لك نافذة بتنقلك تلقائيا على البرنامج الثاني، وده برنامج سكاي إيميل فيريفاير. باستخدام البرنامج ده يا شباب هنقدر نستخرج الايميلات الصالحة فقط وحذف الايميلات الغير صالحة من القائمة تلقائيا، علشان في النهاية يكون معانا قائمة بريدية سليمة 100% وجاهزة للارسال الى الانبوكس بدون اي سباب. بعد كده بننتقل الى البرنامج الثالث، وده برنامج سكاي ايميل سورتر. باستخدام البرنامج ده هتقدر تفرز انواع الايميلات، يعني حضرتك لو عندك اكتر من نوع ايميلات في القائمة اللي انت استخرجتها، على سبيل المثال عندك جيميل وياهو وهوت ميل وانواع اخرى ودومينات، فتقدر تفرز كل نوع من انواع الايميلات دي في تكست لوحده، وتقدر تستخرجه لوحده او تستخرج القائمه كلها بالكامل. يعني باختصار تقدر تبعت رسائلك لنوع معين من انواع الايميلات. اما البرنامج الرابع يا شباب والاخير، وهو برنامج سكاي ايميل سندر، ده البرنامج اللي هنستخدمه في ارسال مئات الاف الايميلات يوميا الى الانبوكس مباشره بدون اي زبال. طبعا عشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده في المقدمة، يلا بينا نبدأ الشرح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، انا اخوكم احمد حمزاوي ودي قناة نت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الانترنت وتسويق بالعمولة. عشان كده لو حضرتك اول مرة تشوف القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل، ولو كنت من متابعينا الابطال وعجبك شرح النهاردة فياريت ما تنساش تدعمنا بلايك وشير علشان الفيديو يوصل لغيرك ويستفيد. هنبدأ بسم الله. اولا يا شباب هندخل على برنامج استخراج الايميلات. زي ما حضرتك شايف هنا بتقدر تختار الدولة، انا هنا بستهدف دولة فرنسا. بعد كده بنضيف الكلمة المفتاحية بتاعتنا في المربع ده، تقدر تضيف اكتر من كلمة مفتاحية، كل كلمة في سطر لوحدها. يعني بعد كده بننزل على السطر اللي بعده ونبدأ نضيف الكلمة التانية والتالتة وهكذا. دلوقتي بقى ركز معايا في الكلمتين اللي هقولهم لك دول، عشان دول هيسهلوا عليك الاستهداف ويخلوك تستخرج ايميلات صحيحة مستهدفة للمجال بتاعك بكل سهولة. لو انت بتستهدف كلمة مفتاحية معينة زي ما انت شايف كده، مثلا انا بستهدف كلمة مالتي سانت سينيور، ودي باللغة الفرنسية، ودي بمعنى التأمين الصحي لكبار السن. تقدر تضيف الكلمات المفتاحية فقط بالشكل ده، وكده هو هيبدأ يستخرج لك الايميلات المرتبطة بهذه الكلمة او اللي بتبحث عن هذه الكلمة باستمرار من دولة فرنسا بالكامل. طبعا الايميلات ده يا شباب هتكون عبارة عن ايميلات لشركات وايميلات لاشخاص في نفس الوقت. طيب لو حضرتك عايز تستخرج ايميلات لاشخاص فقط من دولة فرنسا، فبتشوف ايه الايميلات الشائعة او الشعبية داخل دولة فرنسا. على سبيل المثال احنا هنا في مصر في عندنا الجيميل وياهو والهوت ميل، دول اكتر حاجة شعبية وتبقى موجودة مع اي شخص مش شرط تكون شركة. فانا على سبيل المثال عايز استهدف انواع دي بس من الايميلات، فهعمل كالآتي. زي ما حضرتك شايف كده، بعد ما هضيف الكلمة المفتاحية هسيب مسافة، وبعد كده هعمل علامة تنصيص، وهكتب نوع الايميل اللي انا عايز استخرجه. ده يا شباب نوع من انواع الايميلات الشعبية في فرنسا، بالظبط زي الجيميل عندنا هنا او ياهو او هوت ميل. فحضرتك بتعمل زي ما انت شايف كده، بتضيف الكلمة المفتاحية، وبعد كده بتسيب مسافة، وبعد كده بتفتح علامات تنصيص. داخل علامات التنصيص دي بتضيف نوع الجيميل او نوع الايميل اللي انت عايز تستخرجه، ولو عندك اكتر من نوع ايميل بتقدر تستخرجهم بنفس الطريقة. بتكرر علامات التنصيص زي ما انت شايف كده، بتسيب مسافة، وبعد كده بتفتح علامات تنصيص، بتضيف داخل علامات التنصيص نوع الايميل. طبعا هنعتبر ان هنا جيميل، هنا ياهو، هنا هوت ميل، وهكذا. يا رب تكون الفكرة وصلت. وبالطريقة دي هتقدر تستخرج فقط ايميلات الاشخاص وليس الشركات. يعني طبعا انت هنا استخدمت انواع الايميلات الشعبية اللي ممكن تكون مع اي شخص، انت كده هتستخرج انواع الايميلات لاشخاص. اما الطريقة التالتة، لو حضرتك ما بتستهدفش فئة معينة من الاشخاص، يعني المجال بتاعك مش بيستهدف فئة معينة وممكن يكون بيحتاجه اي شخص، فانا في الطريقة دي بستخدم فقط نوع الايميل. يعني مثلا لو انا عايز استخرج ايميلات لاشخاص فقط وليس شركات، فاكيد هختار الايميلات الشعبية زي @gmail.com @yahoo.com @hotmail.com.
وهنا انا باجي في خانه الكيورد وبضيف فقط نوع الايميل وما بضيفش معاه اي كلمات مفتاحيه، لان انا محتاج كل الايميلات من نوع جيميل مش شرط فئه معينه. طبعا الطرق بتختلف حسب استهداف حضرتك. فلو هنجرب على الطريقه دي مثلا، بعد ما اخترنا الدوله وضفنا انواع الايميلات او الكلمات المفتاحيه زي ما شفنا في الشرح، هنضغط في النهايه على سيرش من هنا وشاهد السحب. زي ما حضرتك شايف في ثواني يتم رشق الايميلات في البرنامج، ولو لاحظت وقرات بدايه الايميلات هتلاقيها كلها اشخاص وليس شركات، لان في ناس كتيره كانت بتسال على الموضوع ده، لان دايما كانوا بيكتبوا الكلمات المفتاحيه وتظهر الاغلبيه دومينات او ايميلات شركات. زي ما حضرتك شايف في ثواني هيكون في الاف الايميلات انك تستخرجها، ولو سبت البرنامج هيستخرج مئات الالاف من الايميلات. طبعا ده نوع واحد فقط انا حطيته من الايميلات. على فكره يا جماعه، الشرح اللي شرحناه على برنامج استخراج الايميلات ده محدش على اليوتيوب شرحه بالتفصيل اللي انا قلته لك دلوقتي، ولا حد هيقول لك على الاسرار اللي انت سمعتها دلوقتي في الاستهداف. الطريقه اللي شرحتها لك او الثلاث طرق المختلفه اللي قلتهم لك دلوقتي هيخلوا حضرتك تستهدف استهداف صحيح، رسائلك هتوصل لاشخاص وليس شركات، وبالتالي هيتم فتح الرسائل ولن تصل رساله واحده الى السبام نهائيا. زي ما حضراتكم شايفين كده، كل الايميلات اللي بتستخرجها الاداه من نوع جيميل فقط. بعد ما البرنامج بيخلص الشباب بتضغط على ستوب من هنا، هتظهر لك النافذه اللي حضرتك شايفها دي. طبعا احنا ما طولناش، هنا في 300 ايميل عشان بس وقت البرنامج. هنا بيظهر لك اربع خيارات. اول خيار ده لو حضرتك عايز تاخد الملف كملف تكست في الايميلات فقط، بتضغط عليه بيحمل معاك. وبعد كده الخيار الثاني لو حضرتك عايز تاخده ملف كوما سي اس في مفصوله بفواصل، فبتضغط على الخيار ده بيستخرج لك الايميلات والروابط كملف كوما. الخيار الثالث ده لو حضرتك عايز تنقلهم مباشره على برنامج التحقيق من صحه البريد الالكتروني ايميل فيريفاير، تضغط على البرنامج، وده اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. اما الخيار الاخير فهو النقل الى برنامج ايميل سورتر، وده الخاص بفرز الايميلات. زي ما قلنا في بدايه الفيديو هيفرز لك انواع الايميلات كل نوع لوحده في ملف تكست منفصل عن الاخر. طبعا احنا هنا هنختار برنامج التحقيق من صحه البريد الالكتروني ايميل فيريفاير، هنضغط هنا شباب. زي ما حضرتك شايف بيفتح البرنامج التاني تلقائيا، وبتنتقل الايميلات وبيتم فرزها في ثواني. وهنا بيقول لك ان الايميلات كلها صالحه، مفيش ولا ايميل غير صالح. بعد كده لو حضرتك عايز تفرز انواع الايميلات اللي عندك لو فيها اكتر من نوع، بتضغط على اكسبورت ايميل تو سورتر، بينقلك على البرنامج. زي ما حضرتك شايف هنا بيقول لك جيميل 313، فهنا بتقدر تاخد بس الفايل اللي انت عايزه او تقدر تستخرج القائمه كلها، مفيش اي مشكله. دي بس فكره البرنامج، حبيت ان انا اوضحها لك. هنلغي ده وهنرجع هنا لبرنامج تحقيق مساحه البريد الالكتروني، هنقول له اكسبورت ايميل تو سيندر. طبعا تقدر تاخد القائمه وتقدر تنقلها على برنامج فرز الايميلات، ومن هنا حضرتك تقدر تنقل الفايل ده الى برنامج الارسال مباشره بضغطه واحده. هنضغط على اكسبورت ايميل تو سيندر. زي ما حضراتكم شايفين كده الفايل موجود اهو، تلاقيه موجود هنا في امبورت ايميل ليست فروم فايل. ولو حضرتك عايز تعمل ايميل اختبار مثلا او ايميل تكست، ممكن تضغط على الخيار الثاني ده وتضيف الايميل اللي انت عايز ترسل له الرساله قبل الارسال، تكون دي عمليه اختبار. وممكن تاخد ملف تكست تنسخه نسخ وتضيفه في المكان ده، يعني لو عندك الفايل عايز ترفعه هتضغط هنا، ولو ملف تكست ممكن تنسخه يدويا وتضيفه هنا في المكان ده. طبعا هنخلينا على امبورت ايميل ليست فروم فايل عشان نرسل الى القائمه اللي احنا استخرجناها حالا. هنا دي الاعدادات، البرنامج دايما بنخلي الاعداد ده على نورمال، وهنا بنخلينا على اول خيار 1 3، وهنا ممكن تخليها 0، وهنا بتعلم على الخيار ده ريموف دوبليكيت ايميلز، وده تلقائيا بيحذف اي ايميلات مكرره داخل القائمه علشان الرساله ما توصلش لنفس الايميل مرتين. اما بالنسبه للجزء اللي فوق ده شباب، وده اهم جزء في الموضوع، وهنا بيكون الاس ام تي بي اكونت، تحتي بيكون الايميل تمبلت، ودول شرحناهم بالتفصيل في الفيديو اللي قدام حضرتك ده. لو شاهدت الفيديو ده هتعرف ازاي تنشئ اس ام تي بي للجيميل الخاص بيك وترسل منه بكل سهوله الاف الايميلات يوميا. كمان هتعرف ازاي تنشئ قالب الرساله بتاعك بكل سهوله، فلازم تشاهد الفيديو ده لانه هيكمل شرح النهارده. طبعا هنا انا عندي اكتر من اس ام تي بي اكونت انشاتهم يا شباب، فيهم الاس ام تي بي الجيميل العادي وفي اس ام تي بي مدفوع انا اشتريته. وطبعا الجيميل احنا ارسلنا منه في الفيديو اللي اشرنا اليه دلوقتي، فعلشان كده انا هختار الاس ام تي بي المدفوع. ولكن الفرق ان الاس ام تي بي المدفوع بيدي لحضرتك مجال اكبر في الارسال وتقدر ترسل براحتك، ولكن طبعا الجيميل بيكون ليه ليميت معين. فطبعا لو حضرتك شغلك مفتوح هسيب لك رابط لافضل موقع لشراء اس ام تي بي مدفوع بسعر كويس. بعد كده شباب بتختار التمبلت بتاعك، عندي برضو اكتر من تمبلت انشاتهم، فهختار على سبيل المثال التمبلت ده. بعد ما اخترنا الاس ام تي بي بتاعنا شباب، اخترنا التمبلت، اضفنا القائمه البريديه بالشكل اللي شفناه ده،
وظبطنا كل الاعدادات في المكان ده، بنضغط على اوكي علشان نبدأ الارسال. زي ما حضراتكم شايفين كده بدأت الرسائل تم ارسالها، وهنا بيقول لك الايميلات اللي تم ارسالها والايميلات اللي وصلت، وهنا لو في اي ايميل في اي خطأ او ايميل ما تمش ارساله بيظهر في المكان ده، ولكن بالطريقة اللي انت شايفها دي كل الايميلات هتوصل الى الانبوكس مباشره. زي ما حضرتك شايف كمان السرعه في الاداء. ودلوقتي لو حضرتك بتستخدم اس ام تي بي جيميل، هتدخل على الايميل اللي انت استخدمته كاس ام تي بي وهتضغط على البريد المرسل، هتلاقي الرسائل بيتم ارسالها قدام عينيك مباشره في الوقت الفعلي زي ما انت شايف كده بالظبط. ولو بتستخدم الاس ام تي بي المدفوع برضو بتدخل على الحساب بتاعك على موقع الاس ام تي بي وبتضغط على البريد المرسل برضو، وهتشوف كل الرسائل وهي بيتم ارسالها. بعد ما بيتم ارسالها بعد كده بتظهر تم التوصيل، وبعد كده لو الرسالة اتفتحت بيقول لك ان الرسالة اتفتحت. طبعا السرعة بترجع للاس ام تي بي اللي انت مشتريه، فدايما ركز ان انت تشتري اس ام تي بي يكون جودته عالية، لان الحاجات دي اصلا فرق سعرها بيكون بسيط ولكن الجودة بتفرق كتير جدا. وانا هسيب لك في الديسكريبشن افضل موقع تقدر تشتري منه اس ام تي بي وانت مطمن، كمان دعم 24 ساعة لو عندك اي مشكلة، واعتبرني انا كمان دعم بالنسبة لك. لو حضرتك احتجت اي خدمة او اي حاجة انا ممكن اقدمها لك، تقدر تتواصل معايا على رقم الواتساب اللي هسيبه لك في الديسكريبشن اسفل الفيديو. ونصيحة لكم يا شباب، الطرق المجانية في التسويق بالبريد الالكتروني لا تجدي اي نفع، هي فقط ممكن انك تتعلم منها، تتخذ هذه الطرق كوسيلة للتعليم او التدريب، لكن علشان تربح منها او تحقق نتائج ملموسة منها ده صعب جدا وما بيحصلش. يعني اسأل مجرب، انا اشتغلت كتير بالطرق المجانية ولكن كنت بتعلم بس منها، لكن لما حبيت ان انا احقق نتائج اشتريت البرامج، والبرامج دي بتشتريها مرة واحدة مدى الحياة. يعني انت لو بتعمل اعلان ممول لمنتج هتدفع له كل ما الاعلان يخلص، لكن بالشكل ده انت بيكون معاك استراتيجية كاملة مدى الحياة تشتغل بيها في اي مجال، حتى لو عندك صفحة على السوشيال ميديا عايز تروج لها، عندك اي حاجة عايز تروج لها على الانترنت، ممكن بالبريد الالكتروني توصل لجميع انحاء العالم بهذه الاستراتيجية وبهذه الادوات. وزي ما بقولك الدفع لمرة واحدة فقط مدى الحياة، فما تبخلش على نفسك، وفر مجهودك ووقتك وخلي الادوات دي هي اللي تشتغل بناء عنك، وانت برضو تكون في مجالك وشغلك بتركز في حاجة تانية. على فكرة شباب، الفيديو ده مش ترويج للموقع نهائيا، ولكن دي استراتيجية فعلا انا اتخصتها كمصدر دخل ليا، فحبيت ان انا اشاركها معاكم. وكده اكون وصلت معاكم لنهاية شرح النهاردة. ياريت لو عجبك الموضوع ما تنساش تدعمنا بلايك وشير، ولو لسه مش مشترك في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. واخر حاجة، لو حضرتك حبيت تتواصل معايا هسيب لك رقم الواتساب موجود في الديسكريبشن لو احتجت اي مساعدة. انا معكم اخوكم احمد حمزاوي من قناة نت بروفيت، شكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.